طبعا انا قاعد افكر بما انه الجو حار ليش ما احول هنا الجراج مكان السياره فد العاب مائيه. عبود ويوسف نايمين فراح اطلع اشوف شنو الاشياء اللي ممكن نسويها العاب مائيه هنا. طبعا نشوف مسدسات ماي، نشوف مثلا اذا اكو منها الزحلقانات المائيه لان صراحه درجات الحراره كلش عاليه. عشان المسبح لانه بقى فتره كلش طويله والمفروض انه احنا اليوم نترسه، بس المشكله انه المسبح كلش كبير، الترس مالته ياخذ وقت كلش هوايه. المهم وانا اليوم ان شاء الله اريد انه اسوي فد اشياء العاب مائيه او اسويها مثلا حديقة مائية هنا. راح اروح هسه اشوف شنو اللي موجود ممكن انه اجيبه وهو فد شيء مائي. فخلونا ما نطول اكثر وننطلق. ما بقى شيء، ان شاء الله واصل المحل اللي يبيع المفروض العاب مائيه. بما انه ماكو فد شيء ببالي نزلت على انستغرام ستوري اقترحوا لنا العاب مائيه عائليه ممكن نسويها بالبيت. فاذا ما متابعين على الانستغرام، هذا الانستغرام مالتنا، تابعونا حتى تعرفون كل شيء عن يومياتنا. هسه وصلنا القسم مال المسابح والحلقانات المائيه. هذا هو بس قال لي راح اجي حتى اشرح لك عليهن. شوفوا هذا اغلب هنا مسابح، بس هناك وزحلقانات ذن حلوات، بس عاد قياساتهن ايش قد ما ادري. هذا معتمد، هو صاحب المحل اللي مره طلع وياي بالفيديو قبل تقريبا 4 سنوات. ثلاثة يمكن. ثلاثة إلى أربعة. 3 سنوات يمكن. المهم اليوم إحنا نريد نسوي شيء، أدي أسوي بالجراج، أدي أسوي شلون الحديقة المائية. حلو. تمام. العبود ويوسف وحتى أنا وياهم يعني. بس شنو تنصحنا أنت؟ ها أريد مسدسات مائية بس تمام. ما لها عندها شو اسمه كبيرة بس ما تأذي. كمدينة مائية والله هذا كلش حلو. هذا قياسه 2.59 متر ارتفاع يعني. لا لا كطول. حلو. زين هاي أهل الزحلقانة. الزحليقة طولها 1.07 متر. شنو الألوان البي؟ الألوان البي نفس صورة بالكارتون. زين هذا شنو هذا؟ هذا موديله هم نافورات ومد نافورة كذا. اي وهذا درج بالإضافة الزحليقة قياسه 2.5 متر يطلع. يعني هذا أكبر. هذاك أكبر. زين هسه مالنا على خصم حكين تبيه وتنصحني. والله يا حسام أنصحك بهذا كقياسه يعني حلو. ما عندك أكبر مو؟ لا أكو أصغر من عندك. لا أنا كبير شوية. إيه هذا كقياسه حلو، الزحليقة مالته 1.07 متر ارتفاعه يعني هم حلو. المهم هسه هذا أريده أوكي، بس هسه نروح مسدسات مائيه. يلا هسه اجينا للقسم الثاني حتى اشوف مسدسات مائيه او رشاشات مائيه. اريد اشوف شيء كلش كبير يعني، اهم شيء انه ما ياذي. هذا القسم الثاني. هذا نوعيه درجه اولى. نشوف هذا شحن كهرباء. مو باتريات. هي هاي كبيره حلوه. المي مالته خامه قوي. هو حتى لو يكون قوي ترى ما يؤذي. اذا اكو فد شيء يعني مثلا انه اقدر اخفف شويه السرعه مالته. والله التحكم بالسرعه يعني ما اعرف، بس نوعيه ارقى شيء بالمسدسات المائيه. باع هذا شحن كهرباء. شنو الالوان البي؟ هذا متوفر بي هاي اللونين البرتقالي والازرق. شوف هذا الموديل. ذاك شنو؟ ذاك سحيب لو شنو؟ لا كله شحن كهرباء. سمك هذا احلى. هذا شنو الثالث؟ هذا الثالث همين غير موديل هذا يعني؟ شكل ثاني. ايضا هم شحن كهرباء. هذا الحجم هو اكبر شيء له. والله حلو هذا بس الحجم ما تعبك صغير. طبعا هسه راح نجرب المسدسات، راح اخلي لي بهن ماي ونجربها نشوف ياها الافضل واحد ناخذه. بس خلي قبل ناخذهن خلي نشوف اكو شيء بعد ثاني انه ممكن ناخذه. صراحه انه هو اشياء محطوطه. هاي هنا قسم اللعابات، هاي السيارات، هاي مسدسات وياها هدف يعني. هاي مره اخذنا منها بس مو هذا الموديل. بس شوفوا شنو لقيت. هذا الموتور عبود يريد منه قبل لا ينتهي اصلا. معتمد هذا ايش قد السرعه مالته الموتور؟ هذا السرعة مالته 60. بس شوف الكواليتي مالته حلو والله. هذا منه هذا حتى حساسات اشتغل. هذا لايت الامامي. اوكي. هاي اشارة يسار. هذا يمين. هذا هاي مالته. الاشارة ما اقدر اطفي الصوت مالها؟ بدون لا. يعني بس اضوء تيدها لا. بس حلو والله حتى سلى بيه. هسه خلينا نجرب المسدس هذا. خلينا نشوف المسافة. اوه. ما يأذي معتمد على الجسم. لا. هسه رجعت للبيت، عبود ويوسف قاعدين. هلاو هلاو. شوفوا شنو الطالع وانتم نايمين. حلو. فجبت لكم شغلتين. اوكي هسه مخليهم بالسياره. هسه راح اجيب اول شيء والشغله الحلوه الاحلى اجيبها بعدين. اوكي بس ان شاء الله تجي على مقاسكم يعني ما تكون صغيره عليكم. المهم ما اقدر اوضح اكثر، خلينا نجيب الشغله الاولى. هاي الشغله الاولى. هاي لاقي ايش كبرها. شو خليها هنا، خليها هنا يا عبودي. افتحوها افتحوها. هاي وحده لك وحده لعلي. هاي مسدس أربعة. افتح افتح شوف ايش كبرها. مسدس ماي العبودي واليوسف بيش اسمه بأخمس المفروض. شوف ايش كبرها، رشاشة كاملة مال ماي. هاي شلون لونها هي؟ هاي زرقاء. هي شحن. هاي مو بطاريات. شلون نحط له ماي لعب؟ شو هاي منها تخلي له ماي؟ لا هاي الشحن شو اسمه؟ ماكو مسدسات مثلا مال ماي انه لازم تضل هيك تترسها وكذا حتى هذا؟ لا منها تفتحها تخلي لها ماي. طبعا جربتها جربتها هناك. هذا ما جربت اجرب الذاك الثاني مو مال يوسف. لا اكو نوعيه ثانيه جربتها بس شفت هذا يوصل ابعد. ثقيل. اي ثقيله الرشاشه مال ماي مو مسدس اصلا. هاي بطاريه.
البطارية واللون ازرق مال يوسف ومال عبودي احمر. الحلو بيه شنو؟ كل ما تبعد المسافة يرش هيك رذاذ، يعني مو هيك زت زت، تفهم؟ هسه شو نسوي احنا؟ خليها اشحن، بس قبل لا اخليها اشحن اجيب الشغلة الثانية. هسه مستعدين للشغلة الثانية؟ هي الشغلة الثانية تستخدمون بها هاي. شنو؟ مستعدين اجيبها؟ هسه جبنا الشغلة الثانية. الله ثقيلة. بخرها الهاي؟ قالوها طبعا هيك على الظهر حتى ما اسمها. افتحوها. بس ان شاء الله تطلع يعني مو كلش صغيره. هسه راح نشوف احنا اذا ما استمتعتوا بها نخليها الساره. هسه فتحناها، خليها بالجراج راسها لو نطلع هنا. خلينا نشوفها. يلا افتحها، طلعها طلعها. هاي مال ماي يمكن. افتحها شوف خليش حاجة مع عبودي. عباك صغيره والله. اي والله صغيره. اه اسمع في الداخل نفخها هسه. يلا. زينة لا بأس بيها، المهم مش حتى ذا بس نتبلل بيها. دشيها خلنا نوديها الجراج، يلا شيلها حتى ننفخها هنا. لازم ننفخ منها وننفخ ذني هم من الأرشيس منها. هسا خلصناها نفخ. كبيرة صراحة طلعت أصغر كلش مما إنه يعني تخيلت، يعني شوفوا قياسا على يوسف صغيرونة كلش. أكبر منه؟ أيه. والله أنا أصلاً عبالي يعني كبير، بس اكتشفت إنه من خلينا صغير كلش عليه. نجيب كبير هيك شيء. هذا العلاقة على شو اسمها؟ إيه. ليش ما نسوي حلوة؟ بالحكي كمان أنت بالجوال الألعاب مو؟ لا هي تجاكو بيها لعبة كبيرة بس هي ما موجودة اليوم ما لقيتها. بهيك زحلقان هيك. إحنا من هذا الملعب اللي يحطون فيه صابون. تجي تطوف وتقع كبار شو حلو. هو يجي هي تجي لعبه واحده نفخ تجي بيها هيك هذا الصابون ويجي بيها زحلقانه هيك ولجوا مسبح. نافوره هي مو صابون. والله والله نافوره صابون وحلوه هيك قد القرج يمكن. والله هذا الفيديو اذا مش هذا يجيب لايكات. لايكات 100,000 لايك. اذا جاب 100,000 لايك والله لاجيب لكم اياه. هسه شي جوقيت، هسه اجى وقت المسدسات المائية عاد بجرب. روح جيبوهن. هسه اجت المسدسات. شوف هسه عندنا تحدي، من اللي يطخ خلاق قبل بس دير بالكم مع الراس ما يصير، اوكي يلا. هو بما انه هي صغيرة واحد ياخذ كفر هنا واحد ياخذ كفر هنا. هسه يوسف صار هنا عند هذا كفر، شفت يوسف اختفى شوف. وعبود هم هنا بس شوفوا شنو تبدلون، يعني بالبدايه انت يوسف هنا الكفر مالتك وبعدين انت هناك الكفر. خلينا نشوف الاقوى منو. مستعدين للمعركه؟ واحد اثنين طاهر. ما طاهر ما جاء ما يخلص الماي. بدك تنزل يا يوسف. هسه راح تبدلون بما انه خلص الماي. هسه الجوله الاولى خلص الماي بس هذا اقوى الكبار هو يوسف. يا اضرب تفجير منه. ما ترى الكبار بابا المساحه صغيره. ايوه المساحه صغيره. مستعدين؟ واحد اثنين ثلاثه. انا منقعني. نقع راسي. هسه مين الفايز يوسف؟ هاي سعبود يقول انا الفايز وهو يقول انا الفايز. اجل امزح لك. شلون المسدسات؟ والله حلوه.
هسه جوله بجوله تعادل. هذا الفيديو اللي فيه حبايب بين ما نجيب، اذا جابوا 100 الف لايك نجيب هاي اللي مثل هاي، بس تكون شنو؟ تكون كبيره يعني، تكون منه لهناك بحيث انه انت تقدر يجوز حتى اقدر ازحلق بيها، بس الارتفاع مالها ما نخليه يكون يم السقيفه، نخليه مثلا الارتفاع مالته لهنا. حلو الارتفاع مالته لهنا مو؟ يعني مثلا هسه انت مو هذا ارتفاعك، احنا نجيبها تكون المسافه مثلا منه لهنا، شوف هاي المسافه بين ايدي وبينك، يعني ارتفاعها يكون مثلا على القليل فد مترين ونص. لين وصلنا لهذا الفيديو لا تنسوا لايك تشتركوا بالقناه وتفعلوا التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. اوه باي. لا لا لا.